صاروخين اثنين انطلقا من منطقة فورس باط الواقعة شمال شرق مدينة الموصل باتجاه معسكر الزليكان الذي تتمركز فيه القوات الخاصة التركية. الصاروخ الأول سقط على مقربة من محيط المعسكر، أما الصاروخ الثاني سقط على مقربة من إحدى القرى الكردية الواقعة بناحية بحشيقة شمال شرق مدينة الموصل. الغريب يا هاجر في الموضوع أن القوات التركية ردت على مصادر النيران، وهذا يعتبر للمرة الأولى للرد على مصادر النيران من قبل القوات التركية بعد سلسلة من الهجمات التي تشنها مجاميع مجهولة لغاية الآن، لم تكشف عنها الجهات الأمنية المتمثلة بجهاز المخابرات وأيضا الاستخبارات العسكرية وحتى الاستخبارات المدنية. ردت على مصادر النيران وأطلقت 6 صواريخ بعيدة المدى من معسكر الزليكان، وقعت على مقربة من معسكر اللواء 30 للحشد الشعبي أو ما يعرف بحشد الشبك، لكن هذه الصواريخ وفق مصادر أمنية بينت لنا أن لا وجود لخسائر مادية أو بشرية. أنوه يا هاجر أن القوات التركية الخاصة المتمثلة أو التي تتمركز في معسكر الزليكان شمال شرق مدينة الموصل، هذا يعتبر في أول رد على سلسلة من الهجمات التي تعرضوا لها عبر صواريخ الكاتيوشا، وأيضا تعرضوا عبر طائرات مسيرة ملغمة استهدفت تارة معسكر الزليكان وتارة أخرى المناطق المحاذية لمعسكر الزليكان الواقع في ناحية بحشيقة شمال شرق مدينة الموصل.